بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم فيديو ملحق في دورة الجيكويري، سنتكلم فيه عن المشروع الذي طلبناه منكم منذ 4 أيام تقريبا أو 5، ولم يصل لنا حلول قليلة جدا وهي صحيحة، وتجارب من الأعضاء وهي أيضا يعني تجارب جيدة من المتابعين، يعني جدا قليل، يعني تعد باليد الواحدة الأشخاص الذين أرسلوا حلول. لماذا؟ يعني أنا لا أجد صعب، أجد يحتاج قليل التفكير. الشخص الذي يريد أن يكون ويب ديفلوبر يجب أن يعرف كيف يفكر منطقيا. أنا لم أستخدم في هذا العمل أي تول لم ندرسها. التولز المستخدمة كلها تولز أخذناها بال HTML وال CSS وأخذناها بال jQuery، وهي تولز يعني أساسية بدائية، لا يوجد شيء احترافي ولا يوجد شيء فوق العادة، وكلها مررنا عليها وكلها قمنا بأمثالها. بكل بساطة أنت تفكر منطقيا وعندك مجموعة من الديفيجن هذه التي تنزل وتصعد، صح؟ مفروض هيك تفكر. والديفيجن لها باك جراوند كلر ولها ويدث ولها هاي ولها عدد، 3 ديفيجن 4 7. قم بهذا العمل، اكتب HTML الديفيجن واعمل لها CSS هذه الديفيجن، ثم قم بعمل الجيكويري. الجيكويري اول ما افتح الديفيجن انا، اول ما افتح الصفحة يعني العمل تلقائي، اذا هي دوكيومنت ريدي، اذا الحدث هو دوكيومنت ريدي، يقوم بالعمل، لا داعي لاني اضع كليك ولا ما اضع كليك ولا ما اعمل شيء. طيب كيف يتكرر؟ كرر اسطر مره اثنين ثلاثه وتشتغل. حطت معك مشكله بالترتيب وتنسيق الديفيجن، فكر بالفلوت، فكر بالبادنج، فكر بالمارجن، كل هذه افكار تستطيع ان تفيدك. سنحل التمرين الان. نحله اول شيء هاخذ مكتبه الجي كويري اللي دائما انا بتكون جنبي واضعها هنا. ما هو شغل HTML؟ لا يوجد كثير من شغل HTML، فقط سأضع div، وهذا الديف سأعطيه ID، سميه هذا مثلا div1، أعمل Ctrl-C Ctrl-V Ctrl-V، طيب 2 3، سكرت المتصفح. طيب أعمل شغل style، فكر بهذه الطريقة، فكر أعمل الأسهل لك. سأقوم بعمل الآن، سأقوم بالحل وكأنني أجرب، أوكي؟ حتى التفكير يكون واضح. ما الذي أمامي؟ أمامي ويدث، أمامي ويدث تقريبا 150 بكسل، وما الذي أمامي؟ أمامي هاي، هاي تقريبا 500، 900، أي شيء، 900 بكسل، ما مشكلة. وأمامي باك جراوند كلر، أمامي باك جراوند كلر، هذا الكلر أول واحد أعطيه ريد، صح؟ طيب، سأغلق الآن، وأنسخ شغل، سأعود للـ CSS. سأعود للـ CSS ولكن أفعله الآن وكأننا نفكر. طيب خلينا نفكر، أمامي باك جراوند، هذا الشيء الواضح أمامي. طيب أذهب الآن إلى السكريبت، أكتب السكريبت المطلوب. ما هو السكريبت المطلوب؟ الواضح جدا أنه نحن نشتغل دوكيومنت ريدي، دوكيومنت ريدي إيفنت، دوكيومنت ريدي إيفنت لا يتكرر مرة واحدة فقط، أوكي؟ طيب أين حدث الحدث؟ على الديفيجن، فأختار ديف 1، وعلى هذا الديف 1 ما الذي يحدث الآن؟ له سلايد داون، يحدث له سلايد داون بسرعة 500 مثلا ملي سكند. أنسخ، كنترول سي كنترول في كنترول في، وطبعا أرتب شغلي. طيب الديف 2 مثلا 1000 ملي سكند، منطقي يعني فكر فيها بالشكل هذا، 1500 ملي سكند، واضح أنه ينزل أول ثم الثاني ثم الثالث. ونفس الشيء أعمل نسخ، أعمل لصق. لماذا؟ بعد الداون ما الذي يجب أن يحدث؟ سلايد أب 1 2، هذه 3 هذه 3، بعد الداون نزلوا يطلعوا الآن يطلعوا أب. طيب الآن عملت الشغل اللي مفهوم والسهل قبل أن أفكر يعني بأي شيء إضافي. سميها مثلا jQuery بلس مثلا، أوكي. خلينا نشاهد الشغل. عمل عندي أول واحد، أين الباقي؟ وعمل سلايد داون واحدة، خلينا نعمل ريفرش، عمل سلايد داون واحدة واختفى، أب داون واختفى. خلينا نغير الكلر، إذا أفكر الآن بشكل منطقي، أنا أغير الكلر أول شيء، واحد أخضر، أعطي واحد أزرق، حتى أشاهد، لماذا لم يشاهدوا يظهروا عندي؟ فكر بهذه الطريقة تستطيع أن تحلها بكل بساطة. طيب تعمل ريفرش، لاحظة
هل هذا المطلوب؟ اكيد لا، هذا مو هذا المطلوب، ما هذا المطلوب مني. طيب فكر انت الان، انا عندي 500 ملي سكند صعود، اذا يجب ان الاب يكون اقل 1000 ملي سكند، 1500. اقلب الايه هنا 500 1000 1500، استغفر الله لا يجوز كلمة اقلب الآية، استغفر الله العظيم، يعني اقلب القاعدة هنا، هنا 500 1000 1500، اعكس الآن، اعمل 1500 1000 بعدين 500، فالذي نزل أقل شيء سيصعد أسرع شيء حتى يلحق على اللي قبله، يعني بينما هذا ينزل ويصعد، فقط هي رياضيات بسيطة، يعني هذا 500 أوكي، هذا 1000 وهذا 1500، لسه أثناء عمل هذا سيبدأ هذا بالصعود، فإذا كان هذا 500 سيصعد بسرعة قبل أن يبدأ أي شيء آخر، قبل أن يبدأ الأخير بالعمل سيصعد هذا، ولكن إذا أعطيته مدة طويلة فسيكون هذا ينزل وهذا يصعد مباشرة. طيب خلينا نعمل سيف، نعمل ريفريش، هل تكفي؟ لا لا تكفي، صح ما في شيء. ما هو الحل؟ أول شيء خلونا نحدد شيء ضروري، أنا بس بدي أشوف هذا الكتف، لاحظ طبعا في فراغ، أنا ما أريد هذا الفراغ، الواجب ما اعطيتكم فراغ، ما كان ظاهر هذا، اختار بادي اوكي بادينج زيرو، صفر البادي وماذا ومارجن زيرو، ريح نفسي، نعمل سيف ونعمل ريفريش. طيب استفدنا نوعا ما، ولكن هل استفدت انا اتحركه؟ لم اتحركه. فكر الان، ما هو الحل الذي يجعلني اتحركه؟ ما هو اللي درسناه بالسي اس اس يجعلني اتحرك؟ انا الان شغلي الجي كويري صحيح 100% وشغلي الاتش تي ام ال صحيح 100%، اذا فكر بالسي اس اس، اي شيء تنسيقي له علاقه بالسي اس اس، مهما كانت اللغه اللي تعمل عليها، مهما كانت اللغه اللي تعمل عليها، التنسيق شغل السي اس اس، شغل السي اس اس، فكر بالذي يجعل الامور جنب بعضها، تذكر دروسنا، ما لك الا الفلوت هو حلك الوحيد، اعمل جميع فلوت ليفت، فيكون هذا ياخذ الليفت، اول ديف ياخذ الليفت، والثاني سياخذ الليفت اللي بعده، والثالث الطفو، تذكرون درس فلوت؟ راجعوه من قائمة تشغيل الـ CSS موجودة في قوائم تشغيل في القناة. أعمل سيف، أعمل ريفريش، أعمل ريفريش. طيب ظهر بالطريقة هاي؟ لا لا أريد أن يظهر بهذه الطريقة، أريد أن يظهر الأول هنا والثاني وهكذا، إذا أذهب وأعدل بالتزامن بالوقت، إذا هذا خليه هذا صعد بالسعور، لا أنا أريد هذا مثلا 2000 ملي سكند حتى ينزل، وهذا مثلا 3000 وهذا مثلا 4000 ملي سكند اوكي، وهنا اعكس الموضوع 4 3 2. طيب بقى الموضوع خلص، يعني الان تحسب التزامن، تحسب الامور هيك البسيطه. لاحظ؟ طب ايش المشكله؟ ما زال هناك مشكله، ما هي المشكله؟ المشكلة أن عندك الديسبلاي يظهر مباشرة ثم يعمل سلايد أب، أي لم أستخدم سلايد داون، فأذهب وأقول ديسبلاي نن. لاحظ أن حلولك كلها أتوقع، يعني أنا يعني حسب ما جاني منكم أن أغلبكم كانت مشكلته في السي اس اس وليس مشكلته بالجي كويري ولا بالاتش تي ام ال، أكيد يعني أغلبكم مشكلكم كانت بالسي اس اس وعدم الحل بالسي اس اس، وهذا دليل يعني ضرورة السي اس اس التي قلنا لها أنها هي والاتش تي ام ال اساس كل شيء، والان بكل بساطه الامور صارت بخير. انا مطوله كثير 950، خلينا نقلله 900، خليه مثلا 500. لاحظ الديسبلاي نان والفلوت كيف كانوا هم الكي بحل التمرين بشكل صحيح. لاحظ لاحظ اخذ الوقت بالضبط، انت تستطيع ان تتحكم بالوقت، هون زامن دائما فكر بالتزامن الصحيح، هنا فقط التريك هنا بالتزامن، التريك هنا موضوع الفلوت والديسبلاي، موضوع المارجن والبادينج مو ضروري، حتى لو تفعلهم مو ضروري، يعني ما هو يعني خطير، ولكن جيد ان تقوم به، باقي الاشياء لا يعني عاديه جدا 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 جدا، فقط كان يحتاج شويه تفكير. هذا الفيديو حللنا فيه المشروع، شكرا للذين حلوا مشروع، وشكرا لمن ارسل الحل، وشكرا لمن ارسل المحاولات، وشكرا لكم جميعا، ادعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.